سلام يا مك. انت رايحة فين يا امنية؟ رايحة عند ياسمين عشان اشتري من عندها لعبة. هو انت كل يوم بتشتري لعب جديدة يا امنية؟ بص يا مك، انا عمري مش بعمل من لعب ولا الملاهي ولا الحاجة حلوة، دول حياتي. هاجي معاك يا امنية. طب ماشي يا مك، تعالي معي. جميلة قوي، اتفضلي يا ياسمين. شكرا يا أمنية. عفوا يا أمنية. ايه يا مكة بتاع البحر، هو انت رايحة البحر؟ لا يا مكة، انا اقول لك انا اعمل بيه ايه يا مكة. بس انا عايزة واحد ياسمين. نعم يا مكة. هو ينفع اخد واحد ولما ماما تيجي اجيب لك الفلوس؟ ماشي يا مكة، خد اللي انت عايزاه. ربنا يخليكي يا ياسمين، هاخد ده. ماشي يا مكة. الله ده جميل قوي يا أمنية. ايوه انا عامل بيه لعبه جميله قوي يا مك. مين؟ تعالي اقول لك عليها. يلا بصي يا مك، ايه رايك نشوفه مين المسدس بتاعه اقوى وهيودي الميه لمسافه ابعد؟ ماشي يا امني. واحد اتنين تلاته. انا يا مك. انا يا امني. بصي لا انا، بصي انا لا 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 يا مك، ماليش دعوه. بصي الميه بتاعت وسط، بصي فين. لا انا يا امني كسبان. لا ما تغشيش يا مك. ماشي يا امني، عايزه اقول لك على حاجه. نعم يا مك. ايه الفكره اللي انت كنت هتقولها لي؟ بصي يا مك، احنا ندخلوا جنينه العماره، واي حد داخل العماره هنرش عليه الميه. والله العظيم انت عيله جدعه. ايه رايك بقى يا مك؟ بسم الله ما شاء الله على دماغك يا امنيه، والله انت جدعه. ماشي يا مك. بصي يا مك، ايه في عمو هناك اهو، تعالي استخبى ورا العربية ونرش على المية. يلا يلا تعالي. بس تعالي بس نروح نملهم الأول. يلا يلا. يلا يا مك، عمو جاي. يلا يا أمنية. هيا يا بنتي، يعني بذمتك ينفع كده؟ ينفع اللي انت عملتوه ده؟ انت عبيطه يا بنتي، ينفع كده يعني؟ احنا بنهزروا معاك يا عم. والله عارفه لو واحد غيرك اللي عمل فيكوا ايه كان ضربكوا. والله انتوا الاثنين، انت قلت اروح الشغل اروح ازاي يعني كده؟ يعني ينفع يا عم؟ ما ينفعش انت عملتوه ده. احنا بنهزروا معاك، ما كناش قصدنا حاجه. والله ماشي عادي، بس لو واحد غيره والله ما كان هيحصل. ماشي يا عم، احنا مش هنعمله كده تاني. حقك علينا يا عم. خلي بالك غلط، اللعبة دي غلط. خلي بالك. ماشي ماشي، خلي بالك. حقك عليا يا عم. ماشي مكة. ايه يا أمنية؟ بصي يا مكة، تعالي اعملها في سكن العمارة عشان زي عمو قال صح، ممكن حد تاني يضربنا. صح، ويزعق لنا كمان. يلا خش. يلا تعالي. ماشي يا امنيه، انتوا بتلعبوا لوحدكم ليه؟ مش بتلعبوا غزل معاكم ليه؟ شفناهاش. احنا شفناش غزل والله، عشان كده ما لعبناش معاها. ماشي، انتوا جايبين المسدسات دي منين؟ من عند ياسمين. بكام؟ ب 20 جنيه الواحد. خلاص انا هبعت مع غزل 20 جنيه وجيبوا لها مسدس وخليها تلعب معاكم. بس حلو المقلب ده؟ اه حلو قوي يا امنيه. انتي فقر انتي. ماشي يا سعادة، والله احنا بنحبوك وبنحب هزارك والله. بس هطلب منكم طلب، تخلي بالكم وانتوا بتلعبوا على عينين بعض. ماشي؟ ماشي. اوعى المية تيجي في عين حد. ما تخافيش يا سعادة، احنا كبار والله. خلاص هبعت غزل معاها 20 جنيه وتجيب لها مسدس زيكم. ماشي يا سعادة. ماشي يا امنيه. ماشي. بصي يا سعادة عملت ايه؟ يا الناس احمد جاي.
والله العظيم سقعتيني يا ابويا سقعت مع اننا في الجو حر. انتوا عيال مشاكل. ايه يا بنتي مالكوا يا بنتي بيا يا بنتي في ايه؟ عشان احنا بنحبوك يا استاذ احمد وبنحب نهزر معاك. بالله عليك اطلع اقول لمراتي ايه دلوقتي؟ اقول لها ايه اللي بلني بقى دلوقتي؟ على الشغل. ايه؟ على الشغل. يا عرق جميل. استنى بس الشطايه واضحك كمل ضحك بقى انت عيال مسخره. ماشي يا استاذ احمد. والله العظيم اخف دم في العمر. شكرا يا استاذ احمد. كده 50 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 وكده 50 كده 50 كده 50 كده 50 كده 50 كده 50 كده 50 وانا يا امنيه انت بهدلت اكتر مني. مش مشكله بقى. يلا تعالى شوفوا نعمله كده في مين تاني، بس الاول تعالى نعمل مسدس الميه. يلا 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 يا استاذ محمد جاي. يا أمنية يا أمنية يا أمنية حرام عليك يا أمنية. ينفع كده يا أمنية؟ ينفع كده يا أمنية؟ برضه يا أمنية حرام عليك، أقسم بالله يا أمنية. هو مفيش إلا في العمارة يا أمنية بتعملي فيها كده يا أمنية؟ كل يوم بتعملي فيها مقلب. يا أستاذ محمد أنا بعتبرك زي بابا، أنت أستاذ أحمد، عشان كده بحب أهزر معاك عشان بتهزروا معايا. بصي يا أمنية، بصي بصي المية يا أمنية، بصي. حرام عليك والله. اقول لمراتي ايه طيب دلوقتي؟ هتقول لمراتك ايه يا استاذ محمد؟ او انت بتخاف من مراتك ولا ايه يا استاذ محمد؟ لا لا مش بخاف منها ولا حاجه، بس ينفع كده يعني يا امنيه؟ طب لو انت مش بتخاف منها اطلع لها دلوقتي بقى. يا امنيه انا هدومي كلها متنشره، يا مش عارف كل مره اختار حاجه جديده، دلوقتي اطلع اقول لها ايه؟ قولي لي كده. هقول لها يا امنيه. هتقول لها يعني انت خايف كده بقى؟ والله ما خايف، لا خلي بالك ما بخافش، لا انا طالعه هغير هدومي. طب وهي راجعه؟ والله العظيم بسيبكم انتوا الاثنين، والله العظيم بعمل فيكم مقلب لكنكم انتوا الاثنين هتشوفوا. أمنية يا مكة. يا خسارة ما شفناش غزل. يا أمنية. نعم يا غزل. أنا كنت ناسي عشان أجيب مسدس مية. مسدس مية؟ أه. طيب ماشي يا غزل، أنا عايزة أقول لك على حاجة يا غزل. إيه يا أمنية؟ بصي قبل ما تجيب مسدس مية عايزة أقول لك على حاجة. إيه؟ اقف هنا. هو في ايه يا امنيه؟ حطي ايدك على وشك. اهو اوعي تفتحي، ما تفتحيش خالص. خدو خلاص يا حبيبتي. خلاص يا حبيبتي. هنا يا امنيه. هنا يا امنيه. عشان ممكن يترش كده وبيطلع زي ايه، زي عمود ميه كده يخبط في عين حد يعوره، صح؟ عشان بيطلع الميه دفعه واحده، فهماني؟ ايوه بس احنا ملوش، بس يعني مش ملوش على وش، ملوش بس على جسمه ده. فهماكي، بس لو جت في عين حد هتعوره في عينيه او هتعمل له مشاكل كبيره قوي، عشان خاطري ما تلعبوش اللعبه دي. طب والله احنا ملوش هنا بس، مش ملوش على وش. انا فاهمه يا قمر، انا فاهمه، انا بقول لك عشانكم، عشان ما حدش يتضايق منكم في العمار.
طب ماشي يا تنتينات، انا هسمع كلامك عشان انتي تنصحينا زي ماما. انتوا جدعين وهتلعبوا ايه وانا كمان يا تنتينات ده؟ انا بس انا هلعب بيه في البحر، بس انا هشيل العب بيه في البحر. حتى وانتي تلعبي بيه في البحر اوعي ترشي في عين حد. انا عارفه. هاتوا بقى سكوتر عجله العبوا بيه براحتكم. وانا كمان يا تنتينات ده مش هلعب بيه عشان انتي بتنصحيني زي ماما. انتي زي العسل. ربنا يخليكي يا تنتينات. واحنا نسمع كلامك كانك ماما بتنصحيني. وانتوا زي العسل وانا بحبكم. واحنا كمان بنحبكي والله يا تنتينات وبنحب نهزر معاكي. وانا اسمع عشان انا لا عايز انا فرحانه وانا كمان اسمع عشان انا بليت. ماشي يا حلوين، عايزين اي حاجه؟ عايزين سلام. باي باي.